استاذ احمد مبارك، اولا انت منورنا. اشكرك، ده انا اللي شرف ليا ان انا موجود مع حضرتك النهارده. الحاجه الثانيه، كنت حريص ان انت تبقى موجود معانا علشان في واحد هربان في لندن بيقول عليك ان انت اي اي، ان انت مش موجود اصلا. ان انت ذكاء اصطناعي، شخصيه مخترعينها بالذكاء الاصطناعي. فاحنا جبنا الاستاذ احمد مبارك. استاذ احمد، بناء المحتوى اللي انت بتقدمه والمعلومات، عملية يعني التأكد من صدق المعلومات وصحتها، لأن ما شاء الله الموضوع لحضراتكم أنتوا الأربعة، أنتوا مثلا إحنا في الصحافة عندنا ما يقول لك، ودي نصيحة الأستاذ هيكل، يقول لك اهضم الأول، شوف أبعاد الموضوع وشوف وشوف. أنتوا بتتعاملوا مع إيقاع سريع في منتهى السرعة، فمثلا حاجة حصلت مثلا زي ادعاءات سي ان ان امبارح، انتوا ما عندكمش الرفاهية مثلا بتاعت الوقت بتاعت اللي ممكن تكون متاحة في الصحافة، بتشتغل على ده ازاي؟ يعني عايز طبعا في الاول اشكر حضرتك على الاستضافة الكريمة دي، وخليني اشرح المناخ اللي بنشتغل فيه والواقع اللي حصل على السوشيال ميديا علشان نعرف ازاي نقدر نتعامل مع الواقع ده. يعني للأسف بيحصل من بعد ظهور السوشيال ميديا والتكنولوجيا دي، ابتدى يحصل تغير ضخم جدا في طريقة تشكيل الوعي الجمعي. يعني حضرتك حضرت زمان فكرة لما تبقى عايز تحصل على المعلومة، الوعي بتتكون ازاي؟ من تحصيل المعرفة. طيب المعرفة بتتكون ازاي؟ زمان كانت المعرفة بتتكون بان حضرتك بتروح المكتبة تدور على الكتب وتخرج الابحاث علشان تخرج منها المعلومات اللي انت محتاجها، او بتطلع على جورنان موثق مؤسسة كبيرة قبل ما بتعمل اي تحقيق بيتراجع كذا مرة، جريمة كبرى لو نشروا حاجة غلط، اعتذارات ويعني قصة كبيرة. فانت كنت بتسعى للحصول على المعلومة زمان. دلوقتي التغير اللي حصل انه بسبب السوشيال ميديا وان الناس طول الوقت عمالة تقضي وقتها على التايم لاين، اصبح طريقة تحصيل المعرفة مما تتعرض له من معلومات مش مما تبحث عنه. التغير الجوهري ده خطير جدا لانه غير في طريقة تشكيل الوعي من خلال المدخلات اللي بتخش لك من خلال المعرفة، بمعنى انه اصبح المتحكم في انه يعرض عليك معلومات كتيرة طول الوقت اصبح متحكم في مدخلات معرفتك، فاصبح متحكم في وعيك. صحيح. وهنا تحولت بقى السوشيال ميديا من مكان للمناقشات ومكان لإثراء الوعي لمكان لتزييف الوعي ومكان لاختطاف الوعي. طيب ده بيحصل ازاي؟ من خلال استراتيجيات معينة كان لازم مجابهتها بطريقة معينة، وهي دي اللي انا هرجع لها لسؤال حضرتك، بس هقولك ايه هي استراتيجيتهم عشان اقول لحضرتك ازاي بنتعامل معاها. هو النهاردة علشان يقدر يعرضك لمعلومات كتيرة ويأثر على وعيك ووعي جمعي، كان لازم يشتغل على استراتيجيات محددة، الشغل مش عشوائي. بمعنى احد الاستراتيجيات مثلا اكذب اكذب حتى يصدقها الناس. الالحاح في الكذب بيخلي لا اراديا الجمهور يتصور ان هو حقيقة. ده مبدا جوبلز بالظبط، اكذب اكذب حتى تصدق نفسك ثم يصدقك الناس. فلما تحس انك محاط بمعلومات حتى لو كاذبه من ناس كتير وانت مش متاكد او مش محصن بالمعلومه الحقيقيه، بتظن يعني هي الناس دي كلها مش عارفة وانا اللي حبقى فاهم فبتصدق. ما ده حصل في 2011. صحيح. الاستراتيجية التانية مثلا انه يديك نص المعلومة مش المعلومة كاملة. دايما لما تشوف جزء من الحقيقة، ده فن صناعة الاشاعة. فبالظبط بيعتمدوا على استراتيجية مثلا ايه، ان الشائعة بتنتشر جدا بينما التكذيب بتاعها ما بينتشرش. فانا ما عنديش مشكلة ان انا اقول شائعة بعيدة عن المنطق تماما، بس طالما هتبقى ترند والناس هتشيرها، حتى لو بعد كده انا متأكد انه هيطلع نفي ليها، بس عدد اللي شافوا الشائعة هيبقى اكبر بكتير جدا من اللي شافوا النفي بتاعها. سلاح السخرية والكوميكس. ان انا لو عندي خطاب مهم مثلا للسيد الرئيس، ابتدي اطلع كلمات معينة علشان اشوش على المضمون المهم، هي فيها مضمون مهم وفيها قرارات مهمه، فانا عايز اشوش على القرارات المهمه دي، فابتدي اسخر. لا، ومش بس معينة. مساله، اذا بتسمح لي يا استاذ احمد، مش بس في الجزئيه دي مساله القرارات المهمه. عاده الدول ليها ما يسمى بعناصر القوى الشامله. الشامله، تمام، اللي هي المعروفه يعني، اللي هي الدفاعية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. في الحالة المصرية شخص رئيس الجمهورية
بيبقى عنصر رئيسي من عناصر قوة الدولة الشاملة. صحيح. ده في البناء المصري وذكروا تاريخ مصر. عايز تضرب عناصر القوة الشاملة لدولة زي مصر، أول عنصر تستهدفه فيها هو شخص رئيس الجمهورية. صحيح. اتفضل كده. يعني ما هي دي كانت النقطة الجاية، يعني احنا اتكلمنا عن فكرة السخرية، النقطة الجاية بقى فكرة هدم رموز المجتمع عموما اللي بتبدأ من قوته الشاملة في رمز رئيس الدولة، وكل بقى الرموز المجتمع من أول المسؤولين حتى النخبة، فكرة إن أنا أستهدف أي حد وطني مؤثر علشان أخليه عبرة لغيره، إن أنت لو دفعت عن بلدك تبقى مطالب بالدفاع عن نفسك. لأن الإخوان اشتغلوا للأسف في فترة طويلة يمكن من قبل 2011 كمان على فكرة إن أنا أجرف النخبة الوطنية وأصنع نخبة مزيفة تؤيد المشروع بتاعي. فاستهداف الرموز من أول المؤثرين الوطنيين لغاية اللي بيدافعوا عن وطنهم لغاية الشريحة من المسؤولين، وأي فنان يشارك في عمل وطني يستهدفوه يسيبوا اللجان عليه بالضبط. استراتيجيات أخرى مثلا من اللي بيستخدموها برضو صناعة مصادر مزيفة، يعني أعمل لي موقع تحت بير السلم علشان أنسب الموضوع، ده اسمه تدوير النفايات بالضبط، علشان لما انا اتكلم اقول اصل انا جايب المعلومه اسمه تدوير نفايات، اسمه تدوير نفايات. تزويق الكذب مثلا، بمعنى ايه؟ ان انا عندي كذبه وشائعه اروح حاططها ببوست جرافيك شيك قوي كده واحط عليه ختم لوجو، سواء بقى حتى موقع حقيقي مزيف، يعني موقع حقيقي انسبها مثلا لجورنال مصر، يعني دي ما صدرش معنى البناء اللي انت شرحته دلوقتي كده، ان احنا يا جماعه قدام صناعه تزييف، وعي جمعي، يعني ما هياش بتبقى عملية عشوائية أو أوردر بيطلع لمجموعة، لا لا لا، دي صناعة كذب ليها أدواتها وليها منهجها وليها أسس بتشتغل بيها، وهي وده مكمن الخطورة. صحيح. فكل بقى المحاور دي لما بيشتغلوا بيها بالتوازي بتلاقي إن المواطن محاصر بكمية كبيرة من الأكاذيب وكمية كبيرة من الضلالات. لو مش محصن بالمعلومة الحقيقية وفي التوقيت المناسب وبشكل منطقي وموثق علشان يبقى عنده مناعة يقدر يختبر من خلالها المعلومات المزيفة اللي عمالة تتدفق عليه باستمرار، هيقع فريسة وضحية. لأن هو ده اللي هم عايزينه في الآخر، هم عايزين يخلقوا حجم حرك فعال من المغيبين، لأن الحرب الحديثة بقت تستخدم يعني ما نطلق عليه مجازا جيوش المغيبين أو جيوش الغوغاء أو محبطين، يعني نسبة منهم ممكن يكونوا محبطين، بس هي الفكرة فكرة المغيبين اللي هم بقت عايش. على فكرة كانت استراتيجية الدواعش. صحيح. كانوا بيشتغلوا على المحبطين في أوروبا. صحيح صحيح. طيب.